أنتقل أيها الإخوة إلى مواضيع أخرى متعددة، هي طبعا متعلقة بشؤوننا الداخلية الخاصة بنا. من المعلوم أننا بفضل ثورتنا الظافرة ومن بعد قيام حركة 13 من يونيو التصحيحية قد حققنا كثيرا من المنجزات، ونقلنا مجتمعنا من ذلك الوضع المهين إلى أوضاع أفضل، وهي في الحقيقة الأوضاع التي نسعى إلى تصحيحها وتطويرها اليوم للوصول إلى تحقيق أهداف شعبنا عبر المبادئ الستة الخالدة لثورتنا الظافرة. نقلنا شعبنا أيها الأخوة من الحكم المتوكلي الإمامي الذي كان قائما على الفردية والكهنوت والسلالية إلى النظام الجمهوري العادل، نظام حكم الشعب لنفسه وبلا دجل وتضليل ولا تفريق. وهذه الانتقالة لم تكن سهلة ولم تكن بسيطة ولم يكن الثمن لها قليلا، إن التكلفة كانت كبيرة وضخمة، ودفعها شعبنا من أغلى ما يمتلكه وهو شبابه وأبطاله. وبفضل ذلك وضعنا قضايانا أمام تحديات التخلف، موقنين بأنه لا بد من أن تكون لنا في صراعنا الطبيعي والمنطقي معالم واضحة وجلية، أن نكون على جانب من الصراحة والصدق في تحديد ما يجب أن نعمله في سبيل أن نسخر ونضاعف المكتسبات لشعبنا في ظل ثورتنا الظافرة وضمن الاستراتيجية الوطنية التي اشتملت عليها. إن من ينظرون إلينا اليوم ولم تتح لهم فرصة التعرف على واقعنا قبل اندلاع الثورة وتطهير بلادنا من الحكم الإمامي المتوكلي المباد لا يستطيعون أن يدركوا الفرق بين أوضاعنا اليوم في ظل النظام الجمهوري وبين الأوضاع المزرية التي كنا عليها في ظل ذلك الحكم الإمامي المباد. نحن اليوم نبني ونعمر ماديا، ونبني ونعمر معنويا، نحن نبني الشباب ونعده تعليما وثقافة ورياضة باعتباره صاحب المسؤولية وحامل الرسالة مستقبلا، ومن خلال وزارتي الإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والشباب نبني المراكز الثقافية ونساعد الأندية والنقابات والجمعيات المتعددة. إنما أنجزناه في قطاع الشباب والعمال ثقافة وإعدادا فنيا ليس بالشيء الهين ولا البسيط. العمال وهم العمود الفقري في كياننا الإنتاجي والاقتصادي، يحظون اليوم ويحاطون بكامل الرعاية وتبنى لهم المدن وتتحمل الدولة عنهم ومن أجل إسعادهم وأسرهم الكثير من الالتزامات وهو واجبها. وهنا لا بد لي من وقفة خاصة مع إخواني العمال في مصانعنا وفي مؤسساتنا العامة والخاصة والمختلطة، لأقول لهم بأن المسؤولية التي يحملونها هم بالذات من أجل بناء الوطن وازدهاره هي أعظم من أي المسؤوليات الأخرى، فمزيدا من الجهد لمضاعفة الإنتاج ومزيدا من احترام المسؤولية.